يدخل الصراع مع النظام الخليفي مرحلة جديدة مع البدء في تحريك ملف ملاحقة ابن الحاكم سيء الصيت ناصر حمد الخليفة، وفي حين ينظر بعض المراقبين بعدم التفاول إلى المسار النهائي للقضية بسبب ما أطلقوا عليه بالنفاق الغربي وحماية الأنظمة الاستبدادية في الخليج، إلا أن النشطاء يؤكدون أن ثورة البحرين سوف تمضي في مسارها التصاعدي بمعزل عن تطورات القضية، مشيرين إلى أن الحراك الثوري في الداخل يمثل القوة الحقيقية للثورة. الناطق باسم حركة حق في الخارج عبد الغني الخنجر وضع ملاحقة ناصر في إطار التأكيد على شعار الثورة الأصيل الذي ينادي بإسقاط النظام وملاحقة كل وجوه النظام بتهمة ارتكاب الجرائم. ويرى خنجر أن القوى الثورية تتجهز لعدد من الفعاليات الميدانية لتثبيت الخيارات الثورية، مؤكدا على أن المناورات السياسية الجارية لن تجدي نفعا في إعاقة الطريق أمام الثورة، مشيرا إلى أن العمل الثوري يشق طريقه المتنامي متجاوزا سياسات الخنق السياسي والأمني والتآمر الأمريكي. بدوره اعتبر القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي أن قرار المحكمة البريطانية أحرج النظام وكشف الوجه الحقيقي للنظام الخليفي أمام العالم، رغم الجهود والأموال المبذولة لتحسين صورته وشراء المواقف المأجورة. بعض الشهود جاء ذلك ليحرج النظام وليكشف الوجه الحقيقي أمام الرأي العام البريطاني، وليؤكد أن هذه الأموال التي أنفقت على وسائل الإعلام وعلى العلاقات العامة لم تثمر بل فشلت، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. في الاتجاه نفسه قالت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة بأن المشوار طويل وأن القائمة طويلة لملاحقة المطلوبين للعدالة بتهمة القتل والتعذيب. ناصر بن حمد بس أول واحد فيهم، وإن شاء الله اللستة اللي طلعناها في نوفمبر العام الماضي من مركز البحرين لحقوق الإنسان راح نبدأ نلاحقهم واحد واحد دوليا في المحاكمات الدولية، وهي بس البداية.